الاسم دائما يسالوني الزبائن حتى ليش نسميه كيف كافي، فانا اجي احكي لهم القصه. يلا انا كان طالب باوكرانيا وكان عندي مشروع باوكرانيا كان اسمه كيف كافي. لما اجيت هنا سميت الاسم كيف كافي على اسم مدينه كيف اللي هي عاصمه اوكرانيا. تمام. وبلشنا احنا بسبب الحرب، طبعا انا رجعت لهنا العراق وهناك انسيت مشروعي، فاني جيت ابلش هنا من مشروع اسوي فد هيك شلون يقولون اتوسع بالمحافظات العراقيه وبغداد باكثر من مكان ان شاء الله، وبعدين نرجع نكمل مسيرتنا هناك ونركض من ما بدينا. يعني خلينا اول طاوله على نجيل الكوفي هنا عندك تعامل الكباتن كل زين، اصدقائنا الأراضي عندهم تمام، كلش تعاملهم زين، الأكل عندهم السميتات طيبة ما شاء الله وكان حلو. موضوع الاسم، احنا بالبداية عبانا الاسم على كيف أو الراحة أو إشي، بس بعدين تبين لنا إنه هو عاصمة أوكرانيا وكلش اختيار الاسم كان جميل. باعت